لن. الرياضي، فقال لي لا ده انا مدام معاك الدكتور لان حبيبي، عاوز ابعت له رساله وشوف هيقول لك ايه. دكتور عبد المنعم عمارة، والاعلام لا تعرف طبعا، حظي السعيد في بداية يعني عملي بالمهنة كان بالنسبة لنا محط أنظارنا في جيلنا، وكان هذا الوزير الذي رأينا فيه أنه وزير شباب ورياضة لكنه يحمل حقيبة سياسية، وكانت بالفعل تطبيقه لفكرة أن الرياضة سلعة بهجة وأمن قومي الحقيقة يعني قول مقصور اتعلمناه منه. يكفي انه في العام 97 اذكر كناش يعني معلومين قوي لسه، كنا في اللجنة الاعلامية في كأس عالم للشباب، اخذ برأينا لما قلنا له بعض الهدايا توزع كده على الحبايب وعصف باللي عمله ده. هذه واحدة. التانية في بيروت، وهلا العجب، في نهاية نفس العام وكانت لبنان قد عادت يعني ودورة الالعاب العربية، رأيته مع رحمة الله عليه الامير فيصل بن فهد هذا العروبي الرائع محب مصر يعني، وهم سوا وكب سمير زاهر رحمة الله عليه، وهو يتحدث، فلما جاء الكلام عن مصر لقيته بيقول لا يا سمير كذا، اسمه الأمير كذا كذا، كان موضوع عن الكورة وموضوع بحب من الرجل يعني، لكن فجأة فبقول له مع الوزير كنا 27 صاحب، قال لي لما تكون مصر لازم تتكلم مصر، والاهم انه كنا في احد الفنادق، طبعا هم في الواو واو واحنا برضو 4 نجوم يعني ماشي الحال، لكن لما قلت له ان الراجل صاحب الاوتيل، لما قلنا له هنجيب الوزير وهنجيب رئيس اتحاد الكره يتفرجوا، بقينا فخمين بالنسبه له. اتى دكتور عبد المنعم عماره ومعه كابتن سمير زاهر الله يرحمه، وحضروا معانا المباراه اللي يعني كان في ماتش المصري في التصفيات في القاهره مش فاكر بقى تمام، وحضروا معنا المباراة تشريفا بل، ومع الوزير قام بعزومتنا رغم ان الراجل طبعا فخور ان الوزير العربي المصري ومش اي حد دكتور عمارة جاءه الى الفندق، لكنه قام بعز برضو المصري كده، وخدنا مرة التقينا ب الله يرحمه رحمة الله فيصل بن فهد، كنا بنقول عليه امير الشباب، ليضع معه نموذج لو انت حابب تكون بتقول بحب مصر هناك الكثير يمكن التفاوض والتفاهم معه، لكن اوكله لسمير زاهر مش لمعالي الوزير. دكتور عبد المنعم عمارة تاريخ كبير قوي قوي قوي، كنت اتمنى ان يكون في كوادر من خريجي هذه المدرسة الادارية، يبقى بالنسبة لي معلم، يبقى بالنسبة لي الوزير الذي أرى بإذن الله تعالى في الجمهورية الجديدة في مصر الجديدة أن يكون هناك الكثير والكثير ممن نؤكد أنهم يحملوا حقيبة سياسية حتى لو في الشباب والرياضة. عصام شلتوت ده حبيبي.